بالنسبة للمبتدئين هنقول السيرة برضو في الرحيق المختوم كتاب لا بأس به جيد يعني في السيرة. في الحديث ناخذ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله برضو أسلوبه سهل وجميل. الفقه ناخذ كتاب منار السبيل برضو جيد، ومنار السبيل بالذات عشان الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب في كتاب إرواء الغليل. يبقى بدل ما تقعد تدور على الحديث ده صحيح ولا لا، الكلام عندك إيه أحكام الشيخ الألباني، وأظن في طبعة خرجت أظن السنة الفاتة أو اللي قبليها في 3 مجلدات المحقق حط إيه تخريجات الشيخ الألباني أو أحكام الشيخ الألباني رحمه الله على يعني حاشية الكتاب. طبعا دي هتبقى ممتازة جدا. ليه؟ لأن الأدلة كلها متخرجة، وانت عارف الأصل أنك أنت لا تبادر إلى عامل بدليل من الأدلة إلا إذا كان صحيحا. في العقيدة خد كتاب القول المفيد جيد لا بأس به في شرح كتاب التوحيد، والتفسير بتاخد كتاب السعدي برضو كتاب مختصر ومفيد، وكتاب الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفسير أيضا لا بأس به، وهناك تفسير جميل جدا ويعني خفيف ولطيف اللي هو كتاب محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي، كتاب ظريف يعني انت تقرأه وتحس انك انت مستمتع بيه.